سكرة التيجة الفاطمي الذي كان يوضع على رأس الملكة أروى اللي ماسك تبص التحجر لا مخدعي هذا رحمة الله من بدلها وحوله لعنة الله عليهم والملائكة يجمعون. بسم الله الرحمن مكتوبة على بسم الله الرحمن الرحيم. أنعمت بزد أنعمت فلك الحمد هذا ألف سنة من شجرة الحمار ألف سنة يعني طلعت 950. هذه اللي جاي من المغرب هدي للملك أروى ولما هذه المنارة عمرها 950 سنة هذه دعوة صار معه عمري سلمت الملك أروى هذه لله هي كم مكتوبة هذه لله ومن وراء مكتوبة الحمد لله ولما هذه جددها الشيخ عمر بن عبد الله بن با سلامة هذه المنارة عمرها 550 سنة وهذا شكل التاج الفاطمي شكل التاج الفاطمي الذي كان يوضع على رأس الملك أروى اللي ماسك تبص التحجر اللي هي بركة الشفاء سميت بركة الشفاء لأن هذه البركة الوحيدة اللي المفجر حقها من طالع لما يشوف جلومي يدوب والد من حق الجبن والطحنية ويغرف أمي غرف مالش مفجر من تحت ولما حقه يجي من أكبر جبل ساقي لهنا وساقي لجامع الجهد في تعز وهذا المعالم الأثرية اللي تخرج مننا والشوكاني وعبد الرحمن الإلياني اللي تخرجوا من هذا المعالم صف أول صف ثاني وطلع صف ثالث تخرجوا قضاة علماء الحين هذا هذا الماء ينزل من الجبل؟ ايه من جبل التعكر ساقي شكل ساقي لا رسم مدينة من رسم مدينة قصب لهنا اها وصار احنا نشرب الكل جو منها وبعدين لن يرجع هكذا؟ لا لكن يرجع للسائل من هذا البقاع ايوه لان ما ليش مفجر من تحت لا بو مفجر من تحت ينزل واحد عوام فتحه وتصير غساله لكن ما ليش غرفه من لا غلط جيب الله صنعاء مدينة العلم والعلماء وجيب لي من بعد هذا شو؟ لداخل هذا كان باب ولا ايش؟ بس كان كيف يسمعه خشب انما هذه الطاقة من جز هذا الطوع من جز هذا 1345 تعال يدخلوا بداخل الأثر وهذه صورة الكهف صورة الكهف كانوا محزم على الجامع كامل بس قبل 40 سنة ما كان بش اهتمام وترميم بالجامع غطوها كلها بحمى عبق اللقطة وهذا السقف هذا السقف هذا وهذا من عام 1358 ربيع أول من عهد الأتراك عهد الإمام حياء والإمام أحمد داوود هذا القيف واضح اللي هم من عام 1358 بعضان آيات قرآنية بعضان وهذا ما هو المقام حب السوداء وعندما كانت حكم اليمن حكم اليمن 56 سنة وتعمل 93 مكتوبة آيات قرآنية ما هو كل مسلم ذائقة الموت وهناك على أولياء الله خوف عليهم مرام الحزن هو منها تخلق الكاميرا منها هو قبر ثم العودة اللي بعرض الباب هذه من أغلى العودة يجي الهنود البغرة يجي بخروها ويحطروها أغلى العودة وأغلى البخور هذا هو قبر سيدة أروى بنت أحمد الصلاحي
وهذه الحجره من عهد المقام الاول لان كانوا خربوا قبل وقبل حق هنا فهو حرب نرجعوا يجدوا وصي ان الحرم فاطمه الزكيه رضيه وقفت جميع عملاتي الا ما خدعي هذا لعنه الله من بدله وحوله لعنه الله عليه والملائكه اجمعين رجعوا بالدنيا مكتوب عبد بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله كفى بالموت وعظم به وهذه مكتبه داخله مخطوطه بماء الذهب واحده من حق حبيش يذوب ذهبها كامل قلم تشت الزين بالدنيا تشت الزين بالاخره وعمل مصحف كان بين الفاصل والكلمات داخل هذا المكتبه جميل ألف وثمانية وخمسين هذا تأريخ المعهد الإمام حياد الإمام محمد قدم لعدة دولة يعني. قدم لها إقلالية أيوة فيها أيوة 1358 هذا تاريخ السقف ولا تاريخ تاريخ أول ما بنوه وهذا المحراب والمنبر والسقف لها 1000 سنة أول ما بنوه الجامع مكتوبة على بالخط الكوفي قدم لعند الخط الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مسجد صور هذه المسبحة قلما لك أروع عدلي ألف حبة وحبة لأن المسبحة دي فلدي 33-99 وهذه ألف حبة وحبة هذه كان عندنا أخت طعلا مطل ودوني بالخالد الصالح الكبير ودوني عملوا حلقة كاملة شيوخ إلا ما يجوها الكبار يستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسلوا السماء عليكم مدارا وتسبحوا واستغفروا ما تهتز مدينة ربي انزل الأمطار مش من المسبحة لكم القلوب الصافي تتصوروا بالصورة ثم الهدى المدينة